أختصر حديثي وأجمعه، شيعة أهل البيت عليهم السلام بالإضافة إلى أنهم يشاركون عامة المسلمين في المطالبة بالقضايا الكبرى العامة، هم أيضا يطالبون بقضاياهم الخاصة التي هي بمثابة الأزمة المتفجرة والشريان النازف على أثر تراكم الظلم والإيذاء خلال القرون الماضية. مطلوب منهم أن يتابعوا قضاياهم الخاصة، ما يأجلوها إلى التغيير الشامل. قد يقول أحد أن الشيعة يريدون أن يتحكموا في الأكثرية، هذا تهريج. الشيعة ليس فقط لا يريدون أن يتحكموا في الأكثرية، بل حتى إنهم لا يريدون الانفصال والاستقلال بمناطقهم وأمورهم الخاصة، بل أكثر من ذلك مبدئيا هم يخالفون قضايا الفيدراليات والحكم الذاتي، لأنها تؤدي إلى إضعاف الأوطان، وإنما الذي يريدونه هو مواطنة كاملة محفوفة بالعدالة تجد لها مظاهر في التمثيل السياسي، في التنمية الاقتصادية، في الحضور الإعلامي، في الحرية الشخصية والدينية. هذا هو كل اللي يريدونه، ويسلكون في سبيل ذلك الطريق الذي سلكه أئمتهم، وهو الطريق الثقافي التغييري الداخلي المسالم قدر الإمكان، وهذا نفس طريق أئمة أهل البيت عليهم.